بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كنرحب بكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. لما بإذن الله غادي نقدم لكم كيكة في المقلاة بدون فرن، سهلة في التحضير ديالها، مكونات جد بسيطة، وغادي نضيف واحد الحشو اللي كيخليها تجي لذيذة في المذاق ديالها وكتجي راقية في الشكل ديالها إن شاء الله. ما تنساوش تشجعوني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب ومع الصديقة ديالكم باش تعم الفائدة. ما نطولش عليكم اخواتي، غادي ندوزو للمكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. بسم الله، غادي نحتاجو بيضة بحارة المطبخ، وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال العنبة ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت النباتية، وكاس ديال السكر الخشن، وجوج اكياس من الفانيلا، وجوج اكياس من خميرة الحلويات، وجوج ديال الكؤوس او الكؤوب ديال الدقيق الابيض. على بركة الله، في اناء الخلط كنضيفوا دوك جوج البيضات، ونسيت ما ذكرت لكمش كنضيفوا رشه ملح لتصحيح الذوق، كنضيفوا السكر والفانيلا. غادي نطربوا هاد العناصر غير بالطلب اليدوي او بالفوي، كنحاولوا نطربوا مزيان حتى يتغير اللون ديال البيض. هنا كيف كتلاحظوا من بعد ما تغير اللون ديال البيض، ممكن ديروا بالطلب الكهربائي اللي بغا دير بالطلب الكهربائي، وكنضيفوا الحليب. الحليب يكون يعني بحالة المطبخ، ولا كان خرجتوه من الثلاجه من الاحسن كتدفيوه شويه. كنضيفوا الزيت النباتيه بالتدريج، وكنخلطوا الكل. دابا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الكاس الاول، القياس ديال الكاس ديال العنبه 100 غرام، وغادي نضيف دوك جوج اكياس الخميره الحلويات، غادي ندخل هاد الكاس الاول ديال الدقيق مع الخليط، غادي نضيف الكاس الثاني. الدقيق كيبقى حسب النوعيه ديالو وحسب الحجم ديال البيض اللي مستعملينه، يعني من الاحسن كتستعملوا الدقيق يكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات، او كتضيفوه بالتدريج، ممكن غيخصكم او ممكن غادي ديروا واحد الكميه اللي هي اقل. كيف كتلاحظوا خليت واحد الكميه اللي هي قليله حتى خلطت شفت القوام بان مازال خفيف، وكملت الكميه يعني جوج كؤوس وجاتني هو هذاك، جاكم خفيف على هاد القوام ممكن تضيف واحد الملعقه حتى لجوج. السر اللي كيخلي الكيكه ديالنا تجي خفيفه وهشيشه من الداخل كنضيف واحد الملعقه ديال الخل، ملعقه اللي هي كبيره، كنخلط غير بشويه، كندمج ديك الملعقه ديال الخل مع الخليط. وكيف كتشاهدوا القوام اللي تحصلت عليه، كنجيب المقلاة اللي غادي نطيب فيها ان شاء الله. كيف كتلاحظوا دهنتها بالزبده من الاطراف وفي الوسط، فرشت ورق الطهي او ورق الزبده او ورق سنفليزي من الاحسن باش ما تلصقش معاكم وتجيكم سهله، ولا بغيتوا تقلبوا على الوجه الثاني. وكنخويو غير نصف الكميه ديال الخليط ديال الكيك، والقطر او القياس ديال هذه المقلاة 28 سنتيمتر، ولا درتو المقلاة صغر من هذه ممكن ديروا غير نصف المقادير او نصف المكونات، يعني غير بيضة واحدة. وكنجيبوا هاد الخليط هذا او هاد المكون اللي غادي نضيف، هو البسكوي ديال اللوتوس، ممكن ديروا اي بسكوي اللي كيحتوي، من الاحسن يكون فيه يعني كيحتوي على القرفة، كيجي زوين وبنين، لكن ممكن ديروا اي بسكوي متوفر عندكم في البيت. وكتطحنوا هاد البسكويت. هنايا استعملت 10 ديال الحبات ديال هاد البسكوي ديال اللوتوس، طحنته مزيان. ممكن تهرمشوه غير بالمدلك او بشي كاس ديروه بلاستيك غذائي. هنايا من بعد ما طحنته كنضيف واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال ماء الزهر، كتجي الكيكه ديالنا منسمه بماء الزهر، واخا ضفنا الفانيلا مع هاد الماء الزهر كتزيد كتبنن لينا هاد الكيكه وكتجي زوينه بزاف. ضفت ملعقه اللي هي كبيره، وغادي نزيد نضيف شويه، بانت لي مازال غادي نضيف شويه، كنحسس بيدي ويعني ما نفزكوش بزاف هاد البسكوي باش يجينا ساهل نديروه على الكيك.
بسم الله. وكنديروا هاد الخليط هذا ديال الكيك مع الماء الزهر، كنحاولوا ندردروهم فوق هاد الخليط ديال الكيك، نغطيوها كاملة. ممكن اخواتي ديروا حتى اللوز او ديروا الفول السوداني الكاوكاو، حتى هو تطحنوه من بعد ما تحمصوه او تقليوه في الزيت، كتطحنوه وكتضيفوا معاه ماء الزهر. وهنايا كنكمل الخليط المتبقي ديال الكيك من فوق، وغادي نغطي هذا البسكوي كامل. هاد الكيكه كتجي بنينه اخواتي، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، وسهله في التحضير ديالها، ما كتاخدش من الوقت اللي هو كتير، وبدون فرن. دابا من بعد ما غطيت الكيك او البسكوي كامل، صافي غادي نرد الغطاء على المقلاة، وغادي نحطها فوق النار اللي كتكون هادئة كيف غتشوفوا معايا ان شاء الله. هنا كنحاول باش نقص النار، كنمشي بحال اللي باغيه نزيد في النار بحال اللي باغيه نطفيه، وكننقص غير شميعه، وكنحطوا المقلاة ديالنا، وممكن ديروا حاجز ما بين المقلاة وبين النار او العافيه. هنا من بعد مرور واحد 10 دقائق كنقلب الكيكه ديالي وكنشوفها واش طابت، كنشوفو غير الاطراف واللبن واللون ديالهم تغير. صافي كنقلبو الكيك ديالنا بسم الله. ولا درتو بيضه واحده ممكن ديرو غير واحد 8 دقائق وكتقلبوها. هنايا عندكم ورق الزبده تضيفوه من الفوق باش تقلبوه، هو هذاك ما متوفرش، ممكن تدهنوا المقلاة ديالكم غير بالزبده من بعد ما تمسحوها، وكتقلبوا الكيك ديالكم بسم الله. وكنردها في المقلاة على الوجه الثاني، وكيف كتشاهدوا باينه محمره وجات طيبه وخدت اللون تبارك الله. غادي نرجعها على الوجه الثاني ونخليها تطيب. هنا ما نغفلوش عليها، نخليوها غير واحد المده ديال 5 دقائق او 4 دقائق، كيف كتشوفوا كتجي طايبه وكتجي هشيشه. وكنقلبوها نشوفوها لخص طابت وخدت اللون، هو هذاك كانت مازاله غادي نرجعها. كيف كتشاهدوا هنايا طابت، كملت الطياب ديالها وخدت اللون. صافي غادي نخليها تبرد. هنايا رجعت معكم اخواتي بعد ما بردت الكيكه ديالي ورجعتها للوجه الاول، كنجيبوا هنايا هاد الصوص ديال البسكوي او اللوتوس او زبده اللوتوس اللي سبقت وحضرتها معكم في الفيديو السابق. اللي ما شاهدش الفيديو غادي نخليه لكم في اخر هذا الفيديو او في صندوق الوصف اسفل الفيديو مع المكونات ان شاء الله. الصوص اللي كيجي رائع وبنين، وممكن تزينوا به اي كيك او طارت، او ممكن ديروا حتى الدهن كيف غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو. غادي نخليه لكم كيف ذكرت لكم، او تلقاو في هاد الاشاره اللي كتبان لكم اعلى الفيديو. وكنحاول نغطي الكيك ديالي كامل بهذا الصوص. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. اتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كيكه في المقلاه بدون فرن بحشوه اللي هي سهله وبسيطه، لكن كتعطينا واحد اللذه واحد المذاق الكيك اللي كتجي رائعه وزوينه، وحتى في الشكل من الداخل كتجي زوينه. وكيف كتشاهدوا بهذا الصوص عطاها واحد الشكل اللي هو راقي وزوين، كيف كتشاهدوا كتجي من الداخل زوينه بزاف، وبدك الحشو حتى لذيذه في المذاق. وممكن غاديروا الصوص ديال بغيتوا ديروا الصوص ديال الشوكولا او صوص ديال الكراميل، حتى هما غادي نخلي لكم الرابط ديالهم عفوا في صندوق الوصف. لا صوص ديال الشوكولا ولا صوص ديال الكراميل ولا صوص ديال البسكوي ديال لاطوس، كتجي يعني هاد الكيكه رائعه وزوينه. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيوها مع الاحباب ومع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده عفوا. وما تنساوش تشجعوني بلايك ولا عجب لكم الفيديو، وكنشكركم على المتابعة أخواتي. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله وحفظه.